كلمة رائع قليلة بحق هذا المكان. هذا فاق مستوى الرائع بكثير. كثير من المرات أصور بهذا المكان الجميل بس ما سبق وأنه صورته بشكل كامل. البارحة فتحت بث مباشر، كثير من الأخوة المتابعين طلبوا مني أنه أصور المكان كله، فاليوم جينا واختاريت هذا الوقت بالذات، يعني مباشرة بعد أذان المغرب. ما تتصورون الروعة بهذا المكان. بالنهار حلو هو وبالليل جميل، بس أنا هذا الوقت بالنسبة لي أكثر وقت أفضله. فتعالوا ناخذ جولة بهالمكان الجميل هذا، تشوفوه تتعرفون عليه شنو اللي موجود به. رايح يعني أنا أعتبر هذا التصميم الوحيد اللي موجود بإسطنبول، ومكان سياحي وعائلي جدا حلو، وحتى شبابي مو بس عائلي. اللي يسألني عن مكان هذا، يعني عن موقع المكان اللي أنا به، راح أحط لكم رابط موقع خرائط جوجل مابس بصندوق الوصف. واللي ما يعرف يستعمل خرائط جوجل مابس راح أحط له أيضا جوا رابط فيديو عندي بالقناة يعلمكم شلون تستخدمون الرابط وشلون توصلون لهذا المكان عن طريق وسائل نقل المواصلات العامة أو عن طريق السيارة. يلا خلينا نبدأ الجولة ونشوف هذا المكان إيش قد حلو. نبدأ هسه من القسم الأول، هذا الشارع العام، باركينج موجود، هذا سرى المطاعم الأول ممتد تقريبا كيلومتر، وهذه هي هذا نقدر نقول هو الحد الفاصل بين بهجة شهير بارك وقوليت. هذه من هنا قوليت، وعلى اليمين بهجة شهير بارك. تعالوا نشوف. هذا اللي أمامنا السايد الثاني للمطاعم، وهذا السايد الثالث. طبعا ما راح أقدر أخذ جولة طويلة بيهم لأنه يعني أعداد هائلة، مئات، بيتزا، همبرجر، مطاعم سمك، مقاهي، أماكن سهر ليلي، شي تريدون ببالكم موجود، مطاعم تركية، كثير أمور كلها موجودة. هاي من نايب دي السرع الرابع. وطبعا السرع الرابع أمامه أيضا حدائق وألعاب أطفال. اللي تابع البث المباشر بارحة يكون شوفوا هاي من هنا السر الرابع، وقدامه كل حدائق والعاب اطفال، يعني اللي عنده اولاد يريدون يلعبون فمن الافضل انه يقعد بهذا السر الرابع، لان امامه مباشرة العاب اطفال يقدر الاطفال يلعبون به وهو يشرب قهوته براحته. هذا مسرح ايضا يقيمون به بعض الفعاليات. شوفوا لون السماء ما شاء الله شيء رائع، بس شوفوا الوان المكان شلونها صدق حلوه. طبعا بالعاده هنا موجوده اربع نافورات تكون مشتعله هي واضاءتها، بس اليوم اعتقد طافيها لانه ما موجود احد. تعالوا نشوف البحيرة الجزء الثاني منها اللي موجود هناك، هي مقسمة إلى أربع أجزاء. هذا المكان اللي أنا به واللي خلفي هذا كله تلقاه يوم السبت والأحد كله كراسي، ناس جايبة أكلها مشروباتها، قاعدين يأكلون ويشربون هنا، أطفالهم يلعبون، فمكان جميل جدا كلش حلو. اكو بعض الناس يجون هنا يشترون من المطاعم اكلهم، هاي المطاعم اللي موجوده هنا مباشره ويجيبوها. اكو بعض الناس لا يجيبون ياهم اكلهم من البيت. اكو مصاطب او مقاعد خشبيه هنا بالبارك، بس اذا تجي يوم السبت والاحد راح تكون يعني لو تجيب الكراسي مالتك افضل يكون. فعندك يعني عده خيارات ما راح تلقى مشكله. شوفوا المنظر هنا شلونه،
شوفوا هاللوحة البانورامية رائعة. طبعا هنا البحيرات تلقى بيها بط، تلقى بيها سلاحف، تلقى بيها سمك. بالنهار من يكون الجو حار بالصيف بالذات، إذا رميت خبز راح تشوف هالكائنات كلها تجتمع. أصوات الضفادع طبعا هذا بالربيع، الورد بشكل رهيب هنا. هو هسه تتمشى وتشم ريحة الورد الياسمين بالذات. أصوات الضفادع من هنا. سبحان الخالق، شوفوا لون بنفسجي بالسماء، بنفسجي فاتح موف، روعة. طبعا اللي راح يسأل، دخول مجاني لهذه الحديقة لأنه تابعة للبلدية، ما مفروض عليك أي رسوم. اللي يحاول يعني أنه يعرف تفاصيل أكثر يكتب لي بالتعليقات. شوفوا البطش قد حلوة، بط هالمكان مليان بط، بس هسه وقت النوم تقريبا مالتهم. هذا الممر احبه، يعني يعني مرات اخذ صور لبعض اصدقائي هنا تطلع روعة. شوفوا الفقاعات اللي بالمي، هاي مال السمك ما تبين بالكاميرا بشكل واضح، بس ما شاء الله السمك اللي موجود هنا مرات من ترمي لهم خبز يعني يقربون من سطح البحيرة، لا كل سمكة وزنها 3-4 كيلوات. بس طبعا ما حد يصيدهم لانه مو اماكن، مو بحيرات صيد هذه. البارحة احد الاخوان سألني بالبث المباشر، قلت له هالمكان ممنوع بيه الصيد. أنا هواية مرات أشوف ناس يجون يحطون هنا كراسي ويقعدون، قاعدة كلش حلوة. يلا خل ننتقل للجزء الأهم اللي هو هذا. هذه بحيرة قوليت، شوفوا إطلالة الشقق المطلة على البحيرة وتخيلوها شلونها. خلينا نروح لهناك ونشوف المكان. وصلنا لهالمكان الحلو هذا. طبعا للأسف نافورات ما موجودة لأنه كون اليوم ماكو بشر هواية، دوام رسمي، بس بالعادة هذا المكان كله نافورات. صوت أوراق الشجر ويا الهواء شي رائع. شوفوا هاي المطاعم هنا قاعدة جميلة جدا. اسم المطعم هذا قول بالك. يقدمون سمك ومأكولات متنوعة. هذه هي الجزيرة اللي ينامون بها البط. يعني مختصر الكلام، مكان جميل جدا، المطاعم به متنوعة. هذا أحد المطاعم هناك اللي اسمه مانجل بهجة شهير. هذا تدخل تختار اللحم بالقعدات، طاولات داخلية وخارجية، وسط كل طاولة شواية أو خلينا نقول منقل أو مثل ما يسموها بالتركي منقل، يطوك الفحم وفوقها فوقكم أكو ساحبة دخان
شيء رائع جدا يعني، قاعده كلش حلوه. تقعد تشوي اللحم نفسك، او اذا تريد هم يشوي لك اياه ويجيبوا لك اياه. طبعا المكان قريب من مطار اسطنبول، فتلاحظ دائما وجود الطائرات انه تحاول تهبط. الطيارة من بينه ذيك هي بسبب الغيم، بس مطار اسطنبول قريب يعني بالطريق الزراعي نص ساعة مو اكثر. الى هنا اعزائي انتهت حلقتنا اليوم. اتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا المكان الجديد، واكرر عليكم هذا المكان هو بهجة شهير قوليت أو بهجة شهير بارك. هذا المكان جميل جدا بغرب اسطنبول في منطقة بهجة شهير، وانتظروني بأماكن ثانية وحلقات جديدة. مع السلامة.